الله بن حرام رضي الله تبارك وتعالى عنه، والد سيدنا جابر الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث كثيره. سيدنا عبد الله بن حرام رجل تقدم به السن وعنده بنات، الا سيدنا جابر بن عبد الله ولد وحيد على بنات كثيره وعليه دين. فلما جاءت غزوه احد قال سيدنا عبد الله بن حرام لسيدنا جابر: يا ولدي، انا ذاهب الى الغزوه اقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجلس انت سدد عني ديني وخلي بالك مع اخواتك، اللي عايز يتجوز واللي عايز ياكل واللي عايز يشرب وهكذا. فقال له سيدنا جابر وهو في عمر 14 عاما، تخيل عنده 14 سنه، فيقول له: يا ابتي، اجلس انت وسدد عنك دينك وانا اذهب اقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الاب الكبير: ولكنها الجنه يا جابر، ولكنها الجنه. فذهب يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استشهد في اول المعركه. فلما انتهت الغزوه جاء سيدنا جابر منكسرا حزينا على ابيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ماذا اراك منكسرا حزينا؟ فقال له: يا رسول الله، مات ابي في الغزوه وعليه دين وله اخوه وله بنات ولدي اخوه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ما كلم الله احدا الا من وراء حجاب، وقد كلم اباك كفاحا اي وجها لوجه. فقال له الله: يا جابر، يا عبد الله، تمنى عليه. قال: يا ربي، ارجعني الى الدنيا لاقتل في سبيلك مره ثانيه لما لقيه من لذة الشهادة ومكانة الشهداء ومكانة الشهيد. قال: يا رب، ارجعني إلى الدنيا لأقتل في سبيلك مرة ثانية. فقال: